اخبارك انت ايه؟ مالك؟ مالك؟ سوري انا مسلم عليكي ليه؟ عامله كده ليه؟ عامله ايه؟ يعني ليه ما سلمتيش عليا كويس؟ زعلانه مني في حاجه؟ بجد سلمتش عليا كويس؟ والله العظيم حسيتك سلمتي عليا كده. يمكن حساس شويه بس فاهمه. لا الشخصيات اللي حسيت في سلام كده غريب. ارق في الشخصيات اللي هتقابلها في حياتك. ماشي بس ليه سلمت عليا كده ليه؟ لا هي دي ضعيفه. لا بس سلم عليا كده؟ ازيك اخبارك؟ لا يا عم دي الضحكه اللي هي بتاعت ده خف جمل. لا بس في الضحكه اللي هي بتاعت ما يمكن انت بس مشاعرك حساسه والله. بس ما ده حقيقي فعلا انا حساس فعلا. ما كانش قصدي بس انا قصدي حسيتك ان انت يعني ما اعرفش بس هو يمكن ده احساس يعني انا اسف لو انا دخلت بالطريقه دي بس انا ده اللي حسيته يعني. لا لا خالص اخبارك ايه؟ الحمد لله. بس انت ليه في يعني ضحكه كده مخبيها؟ بس ان في ضحكه كده على جنب. اسقاط اسقاط بعمل اسقاط اسقاط مسقط بقى وكده يعني اسقاط على ايه يعني دي؟ لا يعني ما حسيتش السلام كويس صراحه. ف ده حقيقي. وانا برضه وانا انت كمان؟ اه والله ضيف. انت ليه السلام ده مفتاح مفتاح الشخصيات؟ عادي. السلام مفتاح الشخصيات. مش يمكن تبقى دي حاجه من الرقي؟ من الرقي طبعا فكر فيها. انا دي مش فاهمها الصراحه يعني. يعني انا مش فاهمها. طيب سيبك من موضوع السلام ده. انا كنا بنتكلم انا ومي على يعني ما اختلفناش تقريبا خالص. تقريبا وجهه نظرنا كانت واحده تقريبا. اه تقريبا. اه تقريبا تقريبا طبعا. لان إيه برضه على ايه؟ على ايه بس؟ ما انا هقول لك انت بتتفق مع كل الناس بس قول لي خالص خالص خالص. بالعكس انت عارف ان انا معاك. ما انا عارف انت معايا. عارف ان انا معاك. انت طبعا مع كل الناس. دلوقتي احنا كنا بنتكلم في فكره ان الرجاله بيقولوا دايما ان الست مش عارفه عايزه ايه. يعني الست ما عندهاش حاجه محدده. دي حقيقه. دي حقيقه. دي حقيقه فعلا. مش كله يعني ماشي. هي ترد برضه لان هي ست وفاهمه مثلا. بس دي حقيقة فعلا. الست مش عارفه هي عايزه ايه. اه ساعات. والرجاله برضه ساعات مش عارفين عايزين ايه. ساعات اه ساعات. لا لا ما بقول لك يعني ساعات وساعات. بس الست غالبا ما تبقاش عارفه عايزه ايه. هو قال لي انت بتقرا بقى ومثقف وكده. بس دي حقيقه. على ايه؟ انا بكلمك دلوقتي بحقائق. قولي بقى حقائق. يعني اعرفي ان انا اي كلمه هقولها ما بيجيبهاش من دماغي. المكتبه اللي دي فيها 4600 كتاب. طب قولي كده. مش بهزر على فكره. مش بهزر. طب كويس. دي فيها 4600 كتاب. فانا اي معلومه هقولها ما بجيبهاش من عندي. يعني دي معلومه يعني بيزد على بس متبنيها يعني. متبنيها طبعا. انا شخصيا معلومه كده بس. لا متبنيها. فانا بقول لك الست عموما ما بتبقاش عارفه هي عايزه ايه يعني غالبا. لا بص الراجل بيبقى عارف هو عايز ايه. عارف طبعا. لا 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 حبيبي انا بس هقول لك من الاخير يعني. الفكره مثل ما انك انت تفتح كتاب بلغه ما بتعرفها ابدا ولا بحياتك سمعنا اطلاقا. يعني الستات عايزين ايه؟ هتفتح كتاب تلاقي مثلا 7000 ورقه 4600 كتاب. اوكي هتلاقي الكتاب مكتوب بلهجه وبلغه مش موجوده اصلا في المنتاليتي عندك يعني. في التكوين العقلي ما راح تلاقيها موجوده. صح. مستحيل اصلا السؤال بحد ذاته. انت كيف فتحت هذا الموضوع؟ ليش فتحته اصلا يعني؟ كيف يعني الستات عايزين ايه؟ كنا بنتكلم في الموضوع. قصدك الموضوع لغزه اصلا يعني. يعني مش عموما انت شايف ان الستات عارفين يعني هم عايزين ايه في المطلق؟ مفيش حاجه اسمها في المطلق. يعني انت ما عندك مشكله مثلا الستات عايزه مش عارفين هم عايزين ايه في الاكل مثلا ولا ان هم يشربوا ايه مثلا في التفاصيل ولا هم يلبسوا ايه في التفاصيل. ولا في يعني قولي مثلا الستات مش عارفين هم عايزين ايه في كذا. لا انت ولا في المطلق. لا يعني كنا بنتكلم مثلا. انا لو هقول لك ان الستات يعني عارفين هم عايزين ايه. انا هقول لك هقول لك ان الانسان عامه بيجي له مراحل معينه بيبقى مش عارف هو عايز ايه. لا احنا رجاله عارفين اسمها كوارتر لايف كرايسيس. دي البني ادمين اعتقد اسمها ايه؟ بتقرا انت صح؟ صح صح. فما اعتقد اسمها ايه؟ كوارتر لايف كرايسيس. وفي ميدل لايف كرايسيس. دي بتحصل من ادمين كلهم. ما اعتقدش ان هي نزلت لراجل او ست يعني. ماشي بيحصل معايا ايه؟ هتلاقي نفسك بقى فجاه بقيت مثلا متصابيه فجاه زي انا دلوقتي يعني. انت دلوقتي اعتقد انت يعني ما يعني شكلي كده ان انا متصابي صح؟ لا دلوقتي مش متصابي بس عامه يعني هيحصل معايا كده. عادي ممكن يحصل لك قريب يعني. وتلاقي نفسك بقى بتجيب مثلا عربيات مش لاقي عليك خالص. بتحصل لكل الرجاله انت من وجهه نظرك يعني؟ لا طبعا مش كل الرجاله بس يعني ماجوريتي يعني. الاغلبيه زينا يعني. الاغلبيه وهتلاقي نفسك مثلا بقى تروح تصاحب بقى بنات صغيره. خلاص بقى حرام فاكر ان انت بتكبر مع بقى الستات يعني ده ما بيحصلش. لا لا يعني بيحصل مع الرجاله اكتر بكتير. ده فيلم ايه؟ فيلم ايه ده؟ كان فاني فيلم ده اللي هو لا كتير بس ده. انت مش شايف ان انت ده؟ طب بجد والله العظيم انت شايف ان انت ده كليشيه جدا. اللي انت لو انا دلوقتي جبت لك قصه بقول لك فيها الراجل اللي مش عارف ايه كبر في السن راح سبق شعره وعمل مش عارف ايه وصاحب بنت صغيره. ايه الجهل ده؟ في حاجه بجد اسمها ميد لايف كرايسيس بيحصل فيها كده للرجاله. انا ما بقولش. خليني انا اسالك على شيء. لا اتركونا. كم شامبو عندك؟ نوع يعني كم نوع؟ 2 3. ليه 3؟ عادي بس عشان بيخلص فيبقى في غيره. لا وبتنزل انواع مختلفة ولا هو نفس النوع؟ بجد على حسب يعني. فكرتي في نظرية اقتصادية يعني؟ انت خدتي بالك ان ده هيغلى فانت اشتريتي التاني؟ يغلى
بقولك بيخلص بيخلص في غيره عشان ما تنزليش مره تانية. عندي ثلاث انواع بما اني مش لوحدي يعني في البيت، معايا ناس شعر تانية. واحد ماشي. معايا ناس تانية في البيت، بس انا في واحد شامبو معين انا بستخدمه. انت عندك واحد ولا اكتر؟ انا ما عنديش مشاكل استخدم اي واحد اصلا، بس في واحد بحبه اكتر، بس ما عنديش مشكله استخدم يعني اي شامبو. يعني مفيش مشكله ان انت مثلا في صابونه كده ممكن تغسلي بيها شعرك؟ على انت بتغسل شعرك بصابونه؟ انا انا اغسلها بدي لو محتاج. انت بتغسل شعرك بصابونه؟ انت كداب. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم بتغسل شعرك بصابونه؟ كلنا عملنا كده، كلكم عملتوا كده في مره يعني. وحياة امي اغسل شعري بصابونه. لو اضطريت هتغسل شعرك بصابونه يعني؟ انا لو في الصحراء مفيش غير صابونه هغسل شعري بصابونه. صحراء ليه؟ مش في الصحراء، في البيت. بس لو في البيت هغسل شعري ليه بصابونه وفي شامبو؟ انا بس عايز اعرف ايه علاقه الصابونه بالظبط؟ يعني الصابونه باللي انت يعني انا عايز عايز اوصله ايه؟ لا لا اوصله ايه؟ ادخله مثلا اقول لك مثلا انت بتروح عايز تشتري حاجه، عايز مثلا شامبو معين، اوكي؟ الست عموما هتروح مثلا المول، اوكي؟ تضحك ليه؟ انا مستني ال كمل عايزه تشتري حاجه واحده ماشي، شامبو ولا مثلا كريم ولا معجون سنان ولا انت اللي انت عايزه، هتلاقيها مثلا داخله في حاجه وطالعه في حاجه تانية خالص. يعني هي لما تقف كده وتتفرج هتاخد من ده وتاخد من ده. بقى عارف ليه؟ عارف ليه بقى بتعمل كده؟ عارف ليه؟ ده الشعر مش عارف ايه، ده شفت اعلانه فين، ده مش عارف ايه، ده 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 ده. انت تحس ان ايه فعلا 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 انا مش عارف عايزه ايه، مش عارف عايزه ايه. بطريقه تانية، انت دلوقتي مثلا نازله النهارده علشان تعملي شوبينج، فانت في نيتك انت عايزه تشتري جزمه، بتخشي محل الجزم وبعد كده فجاه يعجبك حزام مثلاً. بلت فجيبه. لا ثواني بس، عجبك وبعد كده في الاخر تخرجي من المول مشتريه مثلا جاكيت، فاهمه قصدي؟ وما جبتش الحزام. لا يعني انا قصدي في النهايه يعني نزلت تشتري حاجه عجبك حاجه تانية، بس في النهايه قررت تشتري حاجه ثالثه خالص. ليه بقى عملت كده؟ انت بتحصل حصلكيش قبل كده؟ لا يعني لو حزام عجبني هجيب الحزام اكيد. ماشي بس لو تعالي نقول ان في النهايه عجبك الحزام لدرجه ان انت اشتريتيه. انتوا بتفترضوا حاجات مش حقيقيه. طب خلاص، لا احنا بنتكلم على تفاصيل صغيره تفاصيل في الحياه بتحصل بين الراجل والست. لا طب ما تكبر الموضوع شويه. انت لو رحت يعني انت لو رحت تجيب جزمه ولقيت حزام عجبك اكتر هتجيب الحزام وتسيب الجزمه يعني؟ طب ما نكبر الموضوع. انا قصدي الجاكيت عجبك اكتر فهتطلعي من لو الجاكيت عجبني اكتر اكيد هجيب الجاكيت. حلو جدا. فانا قصدي ان الست دي ان هي بتخش مقرره عايزه تشتري حاجه، بتطلع من المول مشتريه حاجه ثالثه خالص عشان لقيت حاجه احلى. دي ممكن تبقى مش محتاجه بقى الجزمه قوي. بالظبط. بس لو محتاجه الجزمه قوي هجيب الجزمه. الست مش عارفه إيه؟ ان ده موجود عند واحده تانية انا شفته مثلا دي ودي طبعا 90% من الستات بيعملوا كده. بس ماشي نفترض ايه الغلط ده؟ ايه علاقه ده بالموضوع؟ الست مش عارفه عايز تعمل ايه، الراجل بيبقى نازل عايز يشتري حاجه بينزل يجيبها ويمشي. لا عشان على حسب الراجل، في مثلا راجل تفاصيل اللبس مش مهمه قوي بالنسبه له مثلا. كل الرجاله كده على فكره. ماشي الماجوريتي كده 90% من الرجاله الستات بتشتروا لبسهم، يعني بيخلي مراته تنزل تشتري له اللبس. اوكي ماشي ممكن، فمش بيفرق معاها حاجه زي كده، which is طبيعي ان اكيد الست بتهتم بمظهرها. انا قصدت ان في تفاصيل صغيره الواحد يعني ممكن ما ياخدش باله منها، بس هي بتاثر عموما في الحياه طبعا، هي اللي بتكون الصوره. بص يعني انت لو عايز، لكن القرارات الكبيره بقى القرارات الكبيره. ثانيه واحده بقى، ايه الغلط برضه؟ انا مش فاهمه انتوا بتقولوا ايه. ايه الغلط في ان الست تبقى مثلا مهتمه بشكلها او مهتمه بلبسها فبتهتم فبتنزل تقعد كتير في المول؟ ما هو بصي هي دي، معلش انا اسف ان انا اقوله بس دي سطحيه. انت خدتي المثل اللي احنا بنقوله بان انت خدتي اللي على الوش، يعني انت خدتي انا دلوقتي سطحيه عشان بتكلم على كده، لكن حوار الصابونه ده ما كانش يعني سطحي خالص، ده كان عميق جدا بس انا ما فهمتوش. هي الفكره ان موضوع الصابونه ده انا ما فهمتوش، بس هو كان حاجه مهمه. لا زي بالظبط كده لما ارجع اقول لك مثلا يعني لو اسد تقولي لي بس ما فيش اسد هنا، انا بديكي مثال. انت بتقول ايه فهم؟ يعني قول لي انا عايز اوصل لك اسد دلوقتي. انت بتقول دلوقتي ايه مشكله الستات؟ بس عشان انتوا دخلتوا حاجه في اللبس مش عارفين هم عايزين ايه، حتى من على ناحيه ايه بقى؟ كل حاجه من اصغر التفاصيل في الحياه لاكتر حاجه. زي ايه مثلا؟ يعني انت شايف مثلا ست، بس بلاش تفاصيل صغيره عم الموضوع يعني مش قول لي بالظبط، قول لي في المطلق. التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتعمل الصوره الكبيره في الاخر. لا يعني لا ايه، لا التفاصيل الصغيره انت بتقول لي الحياه كلها على فكره، يعني دي من الحياه من اول الخلايا اللي في الجسم كلها، دي اللي بتكون الجسم لغايه الحاجات البكتيريا مش عارف بتعمل ايه، يعني كل حاجه التفاصيل الصغيره. ايفن الرسام لما بيجي يرسم بتبتدي من نقطه. فانا قصدي التفاصيل الصغيره اللي بتعمل الصوره الكبيره في الاخر. فما يعني ماشي انا هنتكلم في تفاصيل اكبر، بس في النهايه التفاصيل الصغيره مش فكره ان هي مش مهمه او تعالى ندي مثال اكبر. ما قلتش كده، انا بقول لك بس حاول انت عايز نوصل يعني الموضوع بشكل الموضوع عشان الموضوع يعني عايز تكبر الموضوع شويه. فعايزه اعرف
ماشي ما الستات مش عارفه هي عايزه ايه من ناحيه ايه بس اوكي نتكلم يعني اوكي لا ماشي الموضوع العميق ده ماشي ده حاجه مهم بس خلينا نتكلم بقى في حاجه تانية برضو يعني عميقه زي نيوتن اكتشف قانون الجاذبيه بالتفاحه يعني قصدي دي مش تفاحه فتعالى نتكلم بس والله انت بتقول ايه انت بتقول ايه دخل نيوتن بالتفاحه دلوقتي تعرفيش قانون الجاذبيه ايوه ايه علاقته بالموضوع يعني انا بتكلم ان يعني ما تتفهيش من المثل لان نيوتن اكتشف قانون الجاذبيه من حاجه من تفاحة. زي التفاحه فانا قصدي لما نتكلم على صابونه هي الموضوع ممكن يوصلنا للموضوع يعني انت يعني انت بتعتقدي مثلا انه 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 الست يعني هي بتعرف شو بدها بحياتها يعني هي منظمه وبتعرف شو بدها انا ضد مبدا ان انت تقول الست عارفه هي عايزه ايه او الراجل عارف هو عايز ايه في ناس مش عارفه هي عايزه ايه وفي ناس عارفه هي عايزه ايه في ستات يعني ورجاله عارفين هم عايزين ايه وفي ستات ورجاله مش عارفين يعني في بني ادم عارف وفي بني ادم مش عارف واحده ست جوزها بتثق فيه جدا وصاحبتها بتثق فيها جدا عندها حاجه محتاره فيه مش عارف ايه مش عارفه لا خلينا بقى نقول اكزامبل بقى صح اوكي واحده بنت عندها اخ ولد واخ بنت اخ بنت اخت بنت لا لا تمام ماشي اخ بنت استنى بقى واخت بنت اوكي وجاي لها حاجه ومش عارفه تاخد قرارها فخدت راي الولد وخدت راي البنت اوكي هتمشي ورا مين في الاخر في الاغلب هتمشي ورا راي البنت عشان هي رايها عشان تايهه زيها عشان تبقى بتفكر زيها في الاغلب سبتوها في الاغلب هتبقى ماشيه زيها انا بقول لك صح طب ثانيه تشربوا ايه انتوا تشربوا ايه لا انا ما عايز اشرب حاجه بس قاعده اشرب اي حاجه ما بيصلني شيء ولا ايه رايك